أما كإجراء طارئ لمنع انتشار فيروس كورونا، تجند البعض من عمال مؤسسة مختصة في النسيج والإكساء بمدينة بنان لخياطة بودلات وكل مستلزمات الوقاية من أجل تسليمها للإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفيات التونسية. احنا كبلدية عضدنا المجهود هذا، عقمنا تروافوا المعمل وما زلنا برسك بصفة يومية، أحرصنا زاد على تطبيق شروط الصحة للعملة، توفير سائل معناتها لونتيجيل البكتيريان لي بافيت، تشوف معناتها مشكورين العملة على التطوع نتاعهم. هي مؤسسة عريقة بالجهة، هي الأولى التي كانت قد أغلقت أبوابها حماية لأعوانها ليعاد فتحها من جديد للمساعدة على تسليح الكفاح ضد الوباء الذي حير العالم. نخدموا 10 ولاد في الكوب وعشرة بنات على الماكينة وعلى الروباساج، توقيت من 7:30 للأربعة. نخدموا توسكي دي كومبينيزون لي بافيت تي ان تي وامبيرميابل حسب الطلب نتاع السبيطارات اللي عندنا في الجهة والمونك اللي عندهم، حسب القماش اللي عندنا. عندنا 10 بنات، في السوفي يزيدوا يعطيونا شوية قماش أخرى باش نكملوا الطلبية، هيك يزيدوا البنات. بريفيو شهر كي كنكملوا ال 15000 ان شاء الله. اللي نقدروا عليه معمل خياطه شو باش نعملوا، نجموا نخيطوا لي برودوي هذوما اللي هم معناها ميديكال وبارا ميديكال. من هنا من هذا المنبر معناها ندعو العباد اللي عندهم سو برودوي، خاطر عندنا مونك في القماش هذايا في البرودوي هذايا. من المنبر هذايا نعمل نداء لكل انسان ينجم يعاون، ونجم حتى نشريه بالفلوس اذا كان يحب يبيع، معناها مستعدين ان نشريه ونزيدوا نكملوا هالطلبيه، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نعاونوا تونس في الظرف الحالي. ومن قام بهذه المبادره الوطنيه هم اكثر من 100 اطار جامعي من مختلف الاختصاصات، وذلك في اطار معاضده مجهودات الدوله للتصدي لفيروس كورونا. احنا اول حاجه مدعمين من الجمعيه التونسيه للسلامه الاحيائيه والتربيه البيئيه، والمبادره متاعنا تبنيتها الفيدراليه التونسيه للنسيج والاكساء، باش يكون عندنا كيت، الكيت باش يكون فيه المعدات هذه الكل، كل ما لازم لحمايه الطبيب او الاطار شبه الطبي. فاليوم الكل يد واحده هي بصدد خياطه ثوب نقي يحمي الوطن.